واحدة بتسأل بتقول إن هي بتشوف صاحبتها بيعانوا من أولادهم وهي لسه ابنها عنده 2 سنين، فهي عايزة تعرف إيه الطريقة الصحيحة في التعامل مع الطفل أو إيه الحاجات اللي هي تبتعد عنها عشان يعني الولد يطلع إنسان سوي. من الأساليب التربوية الخاطئة اللي انت تبعدي عنها تماما، رقم 1 القسوة الزائدة، يعني مش كل غلطة تكبريها، مش عشان وقع حاجة أو كسرها فانتي تعملي تقويم الدنيا وما تعديهاش، أو مثلا لو كذب أو عمل حاجة مثلا زعلتك قوي، حطي في دماغك إن الطفل هيغلط وانتي اللي بتعدلي له السلوك الخطأ دوت. ازاي؟ بإنك انتي بتنبهيه أول مرة، بعد كده بتحذريه، بعد كده تاني مرة من العقاب، وبعد كده بتعملي تدرج في العقاب. يعني ممنوع المبالغة في العقاب، عشان في أمهات بس مثلا بتستخدم إيديها كتير، بتستخدم الصويت والعصبية في تربية الأولاد، وده من اللي هو حاجات اللي هم هيندموا عليها بعد كده. رقم 2 التدليل الزائد، يعني الأم اللي هي بتحب ابنها قوي وبتدلعه قوي وتبتدي إن هي تديله كل اللي هو عايزه، وهي حاطة في دماغها كده إن ده طفل وإن أنا المفروض أمه وده أبوه اللي المفروض يديله كل اللي هو عايزه، ما يحرموش عشان ما طلعش محروم من حاجة، عشان ما يبصش لغيره. ده من الأساليب الخاطئة. الصح كان إيه؟ الصح في إن هي تلبيله بعض الرغبات وتخلي شوية رغبات كده تأجلها، وفي رغبات تانية ما تعملهاش خالص. ليه؟ لأن حتى لو انتي قادرة على تلبية كل رغباته ده هيبقى مضر ليه. الصح هو انك انتي تلبي البعض وتأجلي البعض وتمنعي البعض كنوع من أنواع تدريب الطفل على انه ممكن يعوز حاجة وياخدها، وممكن يعوز حاجة والموضوع يحتاج صبر شوية ويستنى عشان يتعلم ان هو يستنى ويصبر، والحاجة التانية اللي ممكن لا، ممكن الحاجة لو عايزاها ما ياخدهاش. فده تدريب لحاجات جاية بعد كده، لان انت دلوقتي هو صغير تقدري تلبيه اللي هو عايزه، طب لما يكبر مش هتقدري، فبالتالي هو مش متدرب على انه يتقال له لا فكده هيضر بيه، فمن دلوقتي هو لسه صغير كده دربيه على كده. رقم 3 السيطرة والتحكم. في امهات واباء مفكرين ان الطفل ده يعني ملكية خاصة بتاعهم، يتصرف التصرف اللي هم عايزينه ويسلك السلوك اللي هم شايفينه صح، وانه يعيش حياته بمزاجهم من الاخر يعني. فالسيطرة دي هي بعد كده بقى اللي بتعمل الطفل الايه العنيد، وهي اللي بتعمل اضطرابات بتاعت سن المراهقة، كله سبب وحدة التحكم والسيطرة الزائدة دي. الصحيح بقى في الموضوع دوت انك انت تبقي عاملة حسابك انت وباباك كده انه ده انسان يعني ايه مختلف مش بتاعكم، هو خالق من خلق الله سبحانه وتعالى، وانتوا بتنصحوه بالحجة وبالدليل وبتديله مساحة من الحرية في التصرف في بعض الحاجات اللي هي مش هتضره، يعني طريقة أكله مثلا لا المفروض يأكل بأدب، دي مش حاجة تخصه هو لوحده، إنما مثلا يلبس خلاص مش يلبس بمزاجك، أنا بس هنصحك إن بلاش اللون ده على اللون ده وخلاص. فهمتي؟ يعني إيه اديله مساحة حرية في بعض الأمور، وفي الأمور تانية اللي هي يعني هيتضرر منها الآخرين تفهميه تقول له إن أنا ممكن كنت سيبك براحتك، بس المشكلة إن في حد يتضرر من ده فأنت حريتك هنا هتتوقف بقى. يعني مثلا أنت حر بس أنت ربنا ما قالش كده، فإحنا ما ينفعش إن إحنا ما نسمعش كلام ربنا. أنت حر بس ما ينفعش تاكل بالأسلوب ده قدام الناس والناس تتفرج عليك وتتضايق وتنزعج من الطريقة دي. فلازم نعلمه ان احنا لما بنأمرك بحاجة او بنلزمك بيها بيبقى لسبب، مش هو كده وخلاص. طيب رقم 4 الحماية الزايدة، الرعاية الزايدة، وان الشخص ده لا حول له ولا قوة، وان انت المطلوب منك انك انت تاخدي بالك منه في كل كبيرة وصغيرة، سواء بقى عنده 2 سنين او عنده 12 او عنده 22، في امهات كده وفي اباء كده، لكن الحقيقة ان دوت هيعمل لهم ضرر كبير جدا بعد كده، وهم نفسهم اللي هيزعلوا جدا على اولادهم لما يلاقوهم في يعني كان نفسهم يتصرف التصرف الفلاني لما كبر لقوه بيتصرف تصرف تاني خالص، وان هو كان محتاج مامته او بابا في الموقف ده عشان يقوم هم بالدور مش هو اللي يقوم بيه. طيب الحل بقى كان ايه؟ الحل ان انا الطفل مولود باستعداد كده فطري ان هو يدافع عن نفسه وان هو يحمي نفسه وان هو ياخد باله من نفسه، بس الموضوع ده بياخد تطور، مش مرة واحدة كده هتبص تلاقيه بقى راجل كبير مستقل وجدع وشاطر وناصح وفاهم الكلام ده وشجاع ومقدم ومجتهد،
مش فجأة كده. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل احنا مثلا هو عنده سنتين، انت مفكره ان هو ضعيف مش هيقدر يعمل حاجه، لا يقدر، يقدر يلم يلعبه. لما يبقى عنده 5 سنين انت مفكره انه لسه صغير، لا هو يقدر يرتب اوضته. انت مفكره وهو عنده مثلا 7 سنين ان هو لسه صغير محتاج ان انت تحميه، لا ممكن يحمي نفسه. يعني ايه؟ يعني انت محتاجه تتعلمي وتعرفي انت نفسك ايه هي الحاجات اللي في سنه بيعملوها. اللي الطبيعي ان الطفل مثلا هو عنده 4 سنين يلبس نفسه، فهمتي؟ اتعلمي الحاجات دي. امتى اسيبه يذاكر لوحده؟ اتدخل في حل مشاكله ولا لا؟ لما يبقى زعلان مع صاحبه اتدخل ولا لا؟ طب لما هيتخانق في المدرسه اتدخل انا واشتكي ولا اسيبه هو ياخد حقه بدراعه ولا اعمل ايه؟ الحاجات دي كلها انت محتاجه تتعلميها. رقم 5، عدم الاتزان في التعامل، في تناقض في المعامله، مره حلو مره وحش، مره اقول لا او مره اقول اه. فالتناقض ده من اسوأ ما تتخيلي في التربيه، يعني وكأن كده الطفل ده كده هيطلع مش متربي. لو حصل كده في البيت اعرفي ان انت في يوم من الايام هتسمعي كلمة إن الولد ده أهله معرفوش يربوه بسبب التناقض ده. فلازم تبقي كلمتك واحدة زائد الإيه؟ المرونة. ما هو مش عشان أنا قلت ما أنتش نازل خلاص بقى يبقى ما ينفعش أرجع في كلامي، حتى لو أقنعني في حاجة اسمها أقول لأ. بس إذا الطفل قالك يا أمي أنا عايز أروح المشوار الفلاني، وأنا أنت خايفة من إيه؟ أنا معايا كذا صحابي، انا هاخد مواصلات، ما تقلقيش عليا، انت فاهمه؟ إيه مش تقولي لا انا قلت خلاص لا ومفروض ان انا ايه استمر على كلمه لا، لا انت بقى لا ليه؟ خليكي مرنه. لو حاول يقنعك بكلام منطقي اقتنعي. لو قلت له لا ما تنزلش مع اصحابك بس بعد كده قال لك طب ما انا هتصل بيكي، طب ما انا مش هروح بعيد، يعني ابتدى يحل لك المشكله اهو. لا وخلاص قول له طب ماشي خلاص انا موافقه تنزل، بس ايه تكلمني اول ما توصل، ما تروحش الحته الفلانيه. اه احنا راينا ومبدانا واحد بس ممكن اغيره لو انت قدرت تقنعني. والحته دي هتبقى جميله جدا ان هو هيبقى شخص بعد كده في المستقبل مقنع جدا. رقم 6، الاهمال. يعني الاب والام مش عايزين يقراوا في التربيه خالص، مش عايزين يعرفوا زي ربوا عيالهم، بيربوا عيالهم بالطريقه العشوائيه اللي هي ايه، يعني هو احنا طلعنا لنا كده، اصل انا ابويا عمل معايا كده، اصل انا امي كانت بتتصرف بالطريقه دي. يعني احنا دلوقتي خلاص يا جماعه احنا في زمن دلوقتي انتشار العلم بشكل يعني ايه ما لناش ايه عذر ولا حجه. فاحنا المفروض ان احنا عندنا اولاد، ف اساسيات ان انا عندي اسره هي ان انا اعرف ازاي ادير الاسره دي، واهم فرد من افراد الاسره هو الزوج والاولاد. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للام. بالتالي الموضوع ده بيحتاج لعلم، يحتاج انك انت تبحثي بحيث ان تدوري تتعلمي ازاي تديري العلاقه دي. اللي عندها ابن يجب عليها ان هي تتعلم ان ازاي تتعامل معاه، وايه الاساليب الخاطئه وايه الاساليب الصح في التعامل معاه، فما تهمليش فيه لان انت لو اهملتي فيه هيطلع عشوائي ابن البيئه اللي هو فيها بقى. رقم 7، الرغبه القويه في ان يكون الدنيا هاديه. يعني ايه؟ يعني في اب وام مش بيحبوا الازعاج. طب انتوا خلفتوا ليه؟ ما هو طبيعي الطفل يعمل ازعاج، هيعمل فيه دوشه، هيسالك كتير، هيطلب منك حاجات كتير، هتبقي عايزه تاخد رايك في حاجات كتير، هتبقى عايزه تكلمك، عايزه تحكي لك، انت فاهمه؟ يعني ازاي مش عايزه وش، وازاي اصلا مش ناقصه، انا مش عايزه مشاكل، ما حدش يكلمني يا جماعه، لسه راجع من الشغل مش ناقص. لا احنا المفروض ان احنا نبقى عاملين حسابنا كده على الصبر وسعه الصدر في تحمل مشاكل الاولاد، وانك تسمعي كويس جدا، ممكن انت تردي وتعلقي ويحكولك وتحكي لهم، ويبقى في اخذ وعطاء، مش فكره ان انا عايزه استريح وخلاص. يعني ايه كمان ممكن يعمل مشاكل في تربيه الاولاد؟ الاب العنيد او الام العنيده اللي هي شخصيتها طفوليه، عايزه تحكم رايها وخلاص، عايزه رايها يمشي وخلاص، اللي هي عايزه يتقال لها حاضر وخلاص، قول حاضر حتى لو ما فهمتش. انت لو ما قلتش حاضر تبقى انت ابن عاق وانا ما عرفتش اربيك. لا احنا مش بنخلف ابن بالطريقه دي، لان الطفل دلوقتي ممكن يقول لك كده وممكن يثور عليكي بعدين، او يطوعك فهو صغير، وبعدين لما يكبر انت نفسك هتحزني عليه لما تلاقيه هو ضعيف مع اصحابه، يعني ممكن ياخدوا حاجته وما يحاولش يدافع عن نفسه، هتحزني عليه لما تلاقيه ملوش حد، ملوش اصحاب لانه ضعيف. طب ايه سبب الضعف اللي في الابن ده؟ التسلط ده والديكتاتوريه دي تعمل النوع ده من الضعف اللي هو انت بيه مش هتبقى مبسوطه خالص لما تلاقي ابنك شاب كبير كده مش عارف ياخد قرار. فممكن الابن اللي ابوه او امه عنده الصفه دي يبقى هو كمان يطلع زيهم كده، ويطلع برضه طفل عنيد. فعايزين ناخد بالنا يا جماعه من ان لو حد فينا فيه الصفه دي لازم ايه ان هو يحاول يتخلص منها. ايه تاني؟ الاب والام المسالمين قوي، الضعيف قوي،
اللي هو يعني سايبة العيال ياكلوا في بعض، سايبة الولد طايح في الشقة عمال بيكسر لها في الحاجة وبيوسخ لها الدنيا، يعني كأنها مش موجودة. ايه سبب السلبية دي يا جماعة؟ هي ضعيفة، مش عارفة تاخد موقف مع الأولاد ومش عارفة تاخد قرار. يعني هي تبقى مع مين؟ هو مين غلطان؟ إيه ده سببه؟ حالة نفسية أو حالة مرضية عندها؟ إيه لو هي عندها حاجة زي كده، فده من أحد الأسباب اللي بيخلوا العيال يطلعوا إيه عندهم مشاكل. فالأب المسالم أو الأم المسالمة، إيه لا، إحنا عايزين أب واعي وأم واعية لو أنتوا عايزين أطفال يريحوكوا بعد كده. طيب إيه كمان ممكن يعمل مشاكل في التربية؟ إيه الفوضوية. يعني الأم مش حاطة نظام، مش هقدر أقولك إن الأب مش حاطط نظام ده نلوم عليه، لأن هو الأب نفسه محتاج حد ياخد باله منه أصلا. فيعني ده هيبقى دور الأم في الغالب، هو إن هي تحط نظام. نظام يعني إيه؟ يعني لازم ناكل فاكهة ولازم ناكل خضار ولازم الحاجة دي تتحط في الدرج ده، وما فيش حاجة اسمها تبقى مش موجودة هنا، وكل حاجة ليها مكانها وكل حاجة ليها وقتها. في حاجة اسمها وقت المذاكرة، وفي حاجة اسمها وقت اللعب، ووقت الموبايل، ووقت نتكلم فيه مع بعض، انت فاهمة؟ فالنظام ده مش هتحطه غير ايه، غير مرأة واعية. فلو ما حطيتيهوش، ايه عواقب ده؟ هيبقى البيت مهرجل وهيبقى مؤذي بالنسبة للزوج. الزوج مش هيحب ان هو يقعد في بيت زي ده. هتلاقي البيت دايما دوشة، هتلاقي البيت ده دايما الناس فيه مش مستريحين، احيانا بين ان هم يخرجوا بره مش عايزين يقعدوا فيه. والنظام ده بيحتاج ام صبورة. يعني ايه تحط النظام وتصبر عليه وتستمر عليه، مش تحط النظام ولما يبوظ تقول شوف مش نافع معاهم حاجة. لا لا، الأم لازم تكون عندها مثابرة وشعور بالاستماتة، لازم البيت ده يتظبط، تاخدي قرار كده، تستعيني بالله وتقولي لا 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 أنا لازم أظبط البيت، فاهمة؟ خدي الموضوع كده، مش تاخدي الموضوع وأنا كنت أعمل إيه؟ وأنا في إيديا إيه؟ أنا عملت كل حاجة أقدر أعملها؟ لا، مفيش كده. فالحاجات اللي انا قلتها دي كلها حاولي تتجنبيها مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا هيوفقك ويكرمك وما يكونش فيه اي مشاكل. ولو الموضوع طبعا صعب، هو اكيد صعب، بيتحل بالدعاء ويتحل بالصدقات ويتحل بالاستعانة بالله يوميا وبعد كل صلاة. يا رب اصلح الاحوال، يا رب انا مش عارفة اربي اولادي، يا رب عني، يا رب انا عايزة اعمل نظام ومش عارفة، يا رب انا ابوهم هو اللي عنده التسلط ده، علمني ازاي اتعامل معاه، يعني ازاي انصحه، يا رب انا تعبانه، انا الاولاد بيرهقوني، انا مش قادره عليهم، انت فاهمه؟ يعني الجاي الى الله عند شعورك بالضعف، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك. والله اعلم.